كما قال بعض الأدباء: ما مدحت محمدا بقصيدتي لكن مدحت قصيدتي بمحمدي. يعني يقول لهم أنا ما مدحت محمدا بالقصيدة، إنما أنا تشرفت بأن كانت قصيدتي في مدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالممدوح هو قصيدتي وليس الممدوح هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. هنا في عندنا شيء يسمى ذوق. هذا الذوق ما يتعلم في مدارس ولا يتعلم في كتب ولا يدرس في دواوين ولا يلقى في محاضرة. هذا الذوق لطف وأدب إنما يكون في قلب الإنسان ومعرفته بالأدب والذوق، والله سبحانه وتعالى يكرمه ويعطيه شيء من الذوق والأدب تكون له الفائدة العظيمة. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي، شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا رددوا: يا رب صل على الحبيب محمدٍ.